الواقع المعزز هي تقنية لدمج المشهد الحالي مع اللا حالي أو اللا واقعي في نفس الوقت، ويطلق عليها Augmented Reality أو اختصارا AR Plus، ويمكن التعرف على الأشياء وإيجاد معلوماتها بشكل مباشر أو باستخدام QR Code، وكل الأسلوبين تم تطبيقهم في زيارة دار الخيري للتراث. ويمكن تطبيق هذه التقنية في عدة مجالات ومن ضمنها التعليم، ولتنزيل الدورة التدريبية لطلاب على هذه التقنية تابع حسابنا على تويتر أو موقع انجازاتي.net.